عايز اقول لك تعليقات جايه كتير من بره مبسوطين بيك قوي، هاني وصابر ومحمد شرباش من ايطاليا يقول احنا مبسوطين قوي ان احنا بنسمع فن جميل وبعيد عن وجع الدماغ ومشاكل السياسه، وهندخل على العضلات حوده بندق. يلا نسقف يلا. ها يا حوده اتفضل تعالى يا حوده، اعدلك الجاكيت بس بس كده يلا. Thank you.
كان عالصبر كان عالجرح كان عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوه عالفرح كان عالصبر كان عالجرح كان عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل دمع 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 كل دمع عالدمع دمع عالخد سكت عالرمش نام في عيون منامي في الدنيا قالت اجرح الهوى مالوش دوا مالوش دوا الا بحنان بقول موال بحبك أدي كل كلام في الحب اتقال في الصبر اتقال بحبك الليل وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال بحبك أدي اللي فات من عمري بحب اللي جاي من عمري بحب قد اللي فات من عمري بحب قد اللي جاي من عمري بحب واشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك. خليك عندك خليك عندك خليك عندك. علي المصري بيحييك بيقول لك صوتك حلو قوي، بيقول انك لو غنيت شعبي هتبقى جامد قوي. هتغني لهم دلوقتي قولوا اللي ياكل حرام، عايزينهم يخافوا شويه عشان هم كتير. هاني بيقول لك جميل جدا صوتك، بتنطق الكلمات صح. الاسكندراني بيقول لك جامد قوي يا حوده يا ابن بلدي يا ابو اسكندريه. وكتير بقى الحرام يخاف بكره اللي كان
قالوا يفسد ويا من غن الحرم لو شاء ابن الحلال يفسد. الحكاية إذن بشمال ومال في الخزن، تبقى الحكاية إذن بشمال ومال في الخزن، ده بين اختاره والعلم زان توازن. تبقى الحكاية إذن بشمال ومال في الخزن، تبقى الحكاية إذن بشمال ومال في الخزن، ده بين اختاره والعلم زان توازن. في ناس عملها ملا وغيرها بتقصد، وناس بتعب بشكاي مقاسي معاصي وقساي، ناس بتعب بشكاي مقاسي معاصي وقساي، مما ضميره ده ماله مما يستف في ماله، برافو يا حودة، برافو عمو ياسر بقى برضو. جميل.